من اجمل القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. كان في ملك، الملك ده عنده وزير، الوزير ده كان احلى حاجه فيه ان هو اي حاجه تحصل في الدنيا يقول لك لعله خير، كل حاجه تحصل، اي مصيبه اي حاجه لعله خير. الملك ده بيحب يصطاد، وكل ما يطلع يصطاد لازم ياخد معاه الوزير بتاعه والحراس. فجه في مره وهو بيصطاد كده بيعمل حاجه بالسكينه، فالسكينه راحت قطعت صباعه. فالوزير راح قال له بعفويه كده لعله خير. قال له ازاي صباعك اتقطع وانت بتقول لعله خير؟ قال له لعله خير، ان شاء الله خير. اول ما رجع المملكه بتاعته راح واخد الوزير حبسه، فالوزير ضحك كده وقال لعله خير. الملك اتضايق، انت حتى وانت بتتحبس بتقول لعله خير؟ عدت الايام والملك ده طلع رحله صيد تاني هو والحراس بتوعه، فتاهوا في الغابه وكده، وقابلتهم قبيله اللي هم بياكلوا لحوم البشر، فخدوهم وقتلوا الحراس اللي معاه، وراحوا واخدين الملك ده عشان يقدموه قربان للالهه. فراحوا جم يذبحوه او يقدموه قربان للالهه، لقوا صباعه مقطوع. قالوا له ازاي؟ لا ما ينفعش، تشاوروا كده مع بعض، ما ينفعش نقدم للالهه حاجه ناقصه، لازم يكون حد كامل وما عندوش اي حاجه ناقصه. فراحوا سايبين الملك ده، قالوا له يلا امشي. اول ما رجع الملك للمملكه بتاعته راح مطلع الوزير وقال له فعلا كلامك صح، انا فعلا لو صباعي ما اتقطعش لما احنا كنا مع بعض كان زماني دلوقتي اتذبحت وتقدمت قربان للالهه بتاعت الناس دي. طب انا دلوقتي عاوز اعرف منك حاجه، انت دلوقتي لما كنت بحبسك كنت بتقول لعله خير ليه؟ قال له ما انا لو ما اتحبستش ورحت معاك الرحله دي كان زماني انا اللي مذبوح للالهه وكان زماني انا اللي مت. فراح الملك ابتسم وقال له فعلا لعله خير. فاحنا عاوزين ناخد من القصه دي ان باذن الله ربنا ما بيديلكش حاجه وحشه ابدا، كل اللي ربنا يجيبه لك خير، حتى لو في ظاهر الامر ان هو شر، بس باذن الله خير، لان ربنا ارحم بيك من امك لوالدتك، لعله خير.